السلام عليكم. تكتيك جميل عجبني بهذا الموقف. اللاعب الأبيض لعب نقلة خرافية، وقف الفيديو حاول تلاقيها. عزيزي المشاهد خلينا نشوف الحل. طبعا إذا شفت التضحية بالقلعة هون باعتبار أنك راح تعطي كش وهذا البيضك مربوط، فبحب أقول لك أنه النقلة غلط وراح تحقق لك تعادل فقط. ولكن النقلة الصحيحة هون عزيزي المشاهد هي التضحية بالحصان كش مع تهديد الوزير. طبعا الأفضل أنك ترجع كلاعب اسود وتخسر وزيرك، ولكن اذا قررت انك تقبل التضحيه الان راح يصير في عنا تضحيه بالقلعه كش مثل ما انك شايف. طبعا لاعب الاسود ما في قبل التضحيه بالقلعه لانه راح يكون في عنا كش بالوزير. طبعا هذا البيضق مربوط بالفيل ما راح يقدر ياخذ الوزير، هون راح يكون في عنا كش مات بنقلتين. فالافضل هون انك ما تقبل تضحيه القلعه وترجع بالملك، هون راح يكون في عنا كوين على الجي 5 وهذا البيضق لا يمكن الدفاع عنه. افضل نقله انك تضحي بالوزير هيك حتى تكسب كم نقله فقط. طبعا اذا بدك تضحي بالقلعه هون فرح ناخذ البيضق هذا وراح يكون في عنا كش بالكشف بالنقله التاليه، وهيك راح يكون في عنا كش مات. افضل نقله تهرب بالملك، طبعا راح يكون عنا الفيل على الاتش 5 تهديد بكش مات بالوزير ليس لها حل. فهذا هو كان تكتيك لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. سلام.